نروح لاخبارنا واخبار نادينا، ونبدا من خبر مهم جدا خاص بمباراه النادي الاهلي مع سيمبا التنزاني. كابتن سيد عبد الحفيظ قال النهارده ان المباراه هتقام على ملعب الاهلي والسلام ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه الساعه 9 بالليل. كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان كمان الاجتماع الفني للمباراه طبعا هيكون يوم الخميس، طبعا قبل المباراه بيوم هيكون الساعه 2 الظهر بمقر النادي الاهلي بالجزيره، اكيد بحضور الجهاز الاداري بالنادي وطاق تحكيم والمسؤولين عن الجانب التنظيمي من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف. هيتم اكيد خلال الاجتماع ده كالعاده الاتفاق على كافه التفاصيل المتعلقه بالمباراه، زي الفريقين، موعد وصول الفريقين امتى، كل الامور التنظيميه دي ان شاء الله هتتم يوم الخميس ان شاء الله الساعه 2 بمقر النادي الاهلي بالجزيره. طيب النهارده كمان خلاص يعني بدا العد التنازلي زي ما بنقول للمباراه ديت، رجع الاهلي لتدريباته مره ثانيه على ملعب التتش النهارده في الجزيره بعد ما يعني استأنفوا خلاص، يعني كانوا في راحه سلبيه امبارح. كوتش موسيماني قبل ما ينطلق التمرين النهارده عقد معاهم محاضره بالفيديو مع كل اللعيبه، اتكلم فيها على الجوانب الفنيه المختلفه، الهدف من ده ايه؟ الهدف ان انت تصحح اخطائك اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، واتكلمنا هنا عليها كتير جدا، واللي يمكن في بعض اللعيبه مش الكل وقع فيها وفي بعض المباريات الاخيره، خاصه ان انت بتتكلم يعني مباراه المريخ السوداني ديت هي يمكن اللي اغضبت الجمهور والراي العام في ملعب الجوهره الزرقاء في الخرطوم، وتعادل طبعا فيها النادي الأهلي 2-2. وبس بالرغم من ده بنحسم تأهلنا رسميا لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، مباراة تحصيل حاصل ولكن الفوز فيها مهم جدا جدا علشان نرد على سيمبا التنزاني النهاردة. الحقيقة كوتش موسيماني اتكلم وشرح بالفيديو للعيبة الجوانب الفنية دي زي ما قلنا، يمكن النهاردة كان في تعليمات خاصة للعيبة محددين، صحح بعض الأخطاء اللي حصلت. كمان النهاردة كان في جلسة ما بينه وما بين الجهاز الطبي على هامش التمرين النهاردة، اتعرف من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفرقة وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، اتعرف على إيه مستجدات البرنامج التأهيلي خاصة للعيبة طبعا اللي ده مهم جدا طبعا، يعني اللعيبة المصابة يمكن أكيد إن شاء الله عودة، يعني في شفنا وليد سليمان إن شاء الله في كمان عودة مستمرة للعيبة المصابين إن شاء الله، كل اللعيبة تكون جاهزة، لأن خلي بالكم حضراتكم مباراة سيمبا مباراة مهمة على مستوى الريفنج، على مستوى البرستيج النادي الأهلي، على مستوى كمان مصالحة الجماهير بعد الأداء الضعيف أمام المريخ. لكن المشوار ما بعد كده مشوار طويل جدا، النادي الأهلي عنده تقريبا 7 مباريات في خلال شهر واحد، شهر إبريل عنده كمان الجولة ربع النهائي مع بطولة أفريقيا إن شاء الله في شهر 5، السوبر الأفريقي، فمحتاجين كل لعيب يرجع، وديت إن شاء الله أعتقد بشكل كبير جدا علي معلول بإذن الله يكون متواجد عندنا.